اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير، برحب بكل متابعيني على القناة. النهارده معانا فيديو جديد وكمان توقعات جديدة، يا رب تكون توقعات الخير والهنا والسعادة عليكم جميعا حبايبي. النهارده معايا توقعات هامة جدا تخص كل متابعيني على القناة، تخص كل الابراج، بكلمتين ونص مختصرين جدا لكل برج. بتمنى حبايبي يتابعوا معايا الفيديو للنهاية. اول برج معانا طبعا بنبتدي بيه هو برج الحمل. عايز اقول لك يا حمل ان في 2021 هيكون عندك عام للسفر في اول العام، كمان هيكون عندك دفع مبلغ من المال على شراء او تبديل آلية او عقار. برج الثور هيكون عندك انتقال الى وضع بلد عمل اخر احسن، وتنقل وايضا سفر. برج الجوزاء هيكون عندك اتصال مع الغرباء، شراكة مالية جدا، تجارة جديدة، ارباح مالية. برج السرطان انفراجات ان شاء الله هتتعلق بالمال والعمل والعاطفة. برج الأسد هيكون عندك شراكة عاطفية وتصفية أموال أو ورث، أو أيضا إن شاء الله تسجيل عقار. برج العذراء بإذن الله في 2021 انفراج كبير جدا هيتعلق بالشراء والبيع، وتغيير إيجابي بالبلد أو بالمكان أو بالعمل. برج الميزان 2021 انفراج هيتعلق بالسفر، هتحس بطاقة وقدرة على العمل يا برج الميزان، وحظ ومساعدة قدرية هتحس بيها. أما بقى برج العقرب هيكون عندك 2021 سفر، ولادة طفل أو طفلة، حمل لنجاح دراسي إن شاء الله، تفوق في الدراسة أو عودة للدراسة. برج القوس معانا إن شاء الله في 2021 انفراج على صعيد المال، ما شاء الله عليك يا قوس، بداية العمل أو وظيفة أو مرحلة جديدة هتسعدك. أما برج الجدي إن شاء الله انفراج عندك، بداية لمرحلة جدا إيجابية، عام جدا مهم وعلى صعيد المال وأيضا العمل. اما بقى برج الدلو هيقول لك ان المشتري هيديك المال من اول السنه يا برج الدلو، عن طريق عقارات او بيع وشراء. اخر برج معانا هو برج الحوت. ان شاء الله يا برج الحوت عندك انفراج هيتعلق بالسفر والتنقل، بدايه لمشروع كبير جدا، وقد كمان يكون المشروع ده مشروع العمر. لكل الابراج بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بشكركم جدا على المتابعه، بتمنى لكم كل الخير والسعاده يا رب والنجاح، وتحيه كل الاماني. كانت معكم أمين الشافعي، مع السلامة.